البنك التجاري الدولي سي اي بي النهارده اقام حفل استقبال لاصحاب ال 33 شركه اللي اتخرجوا من الموسم الثاني لهنا الشباب، وده طبعا عشان يتواصلوا معاهم ويفتحوا قنوات لدعمهم بالتمويل والاستثمار. نشوف التقرير ده. عايزه اشكر الاستاذه لميس الحبيبي، كان مجهود اضافي عليها كبير جدا انها تعمل يوم الاربعاء حاجه زي هنا الشباب بالحاصل بتاعها. مش بس كده، لكن كمان هي رجعت 10 خطوات لورا وفتحت المساحه ليكو وللجادجز ولاي حد غير. هي بمنتهى الاحترافيه هي خدت خطوات لورا وعن عمد سابت المساحه ليكو. فكانت اخبار هنا الشباب دايما بتبدا بارجينيرنج، بايكو طاقه، ببرمودا، باسماء مشاريع، وكانت دايما تقول ان ده من امتع الحاجات اللي هي اشتغلتها في حياتي. انا كنت في اخر لقاء في هنا الشباب بلغت مدام لميس وعلى الهواء ان احنا هنعمل ايفنت هيضم الناس اللي كانوا دخلوا الستارت ابس اللي هي الشركات الناشئه، بحيث انهم نجيبهم، ودعينا في الحضور عندنا من البنك رؤساء القطاعات المختلفه بحيث ان احنا نشاركهم وهم يشاركونا في العمليات البنكيه او في العمليات المختلفه للقطاعات الاخرى. طبعا مسابقه هنا الشباب كانت مفيده جدا، ان الواحد يشوف بوزيتيف انرجي من ستارت ابس كتير، يشوف كل ستارت اب بتفكر ازاي. الفوز كان حاجه يعني فرقت في المشروع جامد بتاعنا، يعني فيعني حسينا لو بعد الفوز لو اني اخيرا كده يعني ان انت تبقى على التلفزيون ملايين تشوفك، وبالذات في برنامج في سبوت ومع لميس الحديدي فليها اودينس كبير، ده فرق معانا جدا، ادانا اكسبوجر، خلى في براندز تعرفنا، جاب لنا عقود استثمار من دول تانية، زائد كمان ان هو جاب لنا شركات اتوبيس عايزين يخشوا معانا عشان يستفيدوا بالسوق او الموقف الاونلاين اللي احنا عملناه على الانترنت. جات لنا عروض استثمار للمشروع، الحكومه نفسها ابتدت تكلمنا وان هي توجه لنا الدعم زي وزاره البيئه، منظمات المجتمع المدني. بشكر لميس الحديدي وبشكر برنامج سي بي سي وبشكر ديانا على انهم تفهموا اللي احنا كنا عايزين نوصله. وانا بشكر سي اي بي جدا على مشاركتهم معانا، انهم كانوا شركاء داعمين لينا. بنك محترم، بنك فاهم يعني ايه شباب، يعني ايه ستارت ابس. بشكر ايضا وشبكة محترمة بتفكر ازاي تدعم الستارت ابس. فكرة دعم الشباب دول فكرة فعلا مهمة، وهو ده مستقبل البلد، وهو ده مستقبل الاقتصاد، وعشان كده احنا قررنا ان ده يكون مشروعنا الأساسي في المرحلة المقبلة، إنه بندعم الشباب. وبشكر فعلا كل شركائنا، كل معلنينا، كل الناس اللي وقفوا معانا. ولازم أشكر عرفة فتحي مدير الإضاءة، ده يعني دايما يعني هو ده اللي بينورني، هو ده اللي بينورني هنا وبينورني هناك، وما أنا بستغناش عن عرفة فتحي أبدا، لأن هو دايما أحلى نور. وعلى فكرة إضاءة مثل هذه البرامج صعبة جدا جدا جدا.